بعض مجموعة نماذج لتجارب أسرى محررين داخل السجون، وقديه هالكلمات والقصص والعذاب اللي عاشوه هو فعلا أكيد. مؤلم ومستحيل إنه ينتسى أو هيك ينمحى بجرة ألم. كما أنه أكيد يذكر أن عمليات الاعتقال تتكرر حتى وإن كانت بعد سنوات، فالآن نتحدث عن إعادة اعتقال للأسير محمد منى، وهو الآن يخضع للاعتقال الإداري داخل سجون نعم. الاحتلال بعد إعداد هذا الفيديو بوقت قصير جدا. فالله يكون لهم. أكيد مع أهله ويصبرهم. الاعتقال الإداري تجربة جدا صعبة، لأنه ما بيكون عارف الأسير قد ايه محكوميته، هو بانتظار بس أنه بتتجدد كل فترة. أكيد. اليوم بنتحدث عن تطور في الحياة وتطور في الخدمات التي يتم تقديمها في المجتمع الفلسطيني، ومواكبة للتطور التكنولوجي نعم. الذي نشهده من حول العالم الآن يأتي إلى فلسطين. هو التطور التكنولوجي رح أكيد يقابله تطور في الطلبات ومضاعفتها أكيد. بكل مناحي الحياة، سواء كانت ملابس، أغذية، أجهزة، مستلزمات، يعني أدوات جامدة أو حيوية، بالنسبة لنا هي عم تضاعف وبتزيد تلقائيا مع التطور التكنولوجي. لهيك عم تنتج أكيد. أفكار جديدة في عالم التطبيقات وعالم السوشيال ميديا والأجهزة الذكية لتجاري هذا العصر. اليوم نتحدث عن تطبيق طلباتي، وهو واحدة من التطبيقات الفلسطينية بامتيازة تقدم مجموعة من الخدمات، وهو أيضا يعتبر جزء من شركة إيكو الداعمة والراعية لمهرجان التسوق الوطني الفلسطيني الذي يقام في جامعة النجاح الوطنية. نتعرف أكثر عن تفاصيله وضيفتنا الآن السيدة ريما الشكعة، وهي مديرة شركة طلباتي. يسعد صباحك وكل أوقاتك. يسعد صباحك وكل أوقاتك. يعطيكم العافية. صباحكم. أهلين أهلا فيكم. يسعد صباحك. صباحكم. احكي لنا بالأول عن أجواء المهرجان، كيف كان بالأيام المرأة؟ المهرجان كتير حلوة، كتير مميزة، هيك فول أوف لايف، يعني كتير حلوة. شوي برد، برد وشمس وهي، بس في تحول وتنقل في حالة الطقس على طول. بس ما أثر عليه، يعني كتير حلو المهرجان. أكيد. لو بدنا نحكي عن تطبيق طلباتي، من وين إجتك الفكرة؟ ليه حبيتي إنه تعملي هذا التطبيق؟ والله الصراحة هو صديق لنا ساكن بالإمارات، وهو من أحد المساهمين معنا يعني بالشركة. حب الفكرة، وهي الفكرة مش جديدة، بس بسوقنا الفلسطيني جديد يعني. أكيد. فمن زمان هو بيحكي لي إنه خلينا نعمل هاي الفكرة، وأنا أجل فيها. بعدين لقيت إنه ليه ما نعملها، يعني الفكرة كتير هي السهل الممتنع، خلينا نقول هي بسيطة بس بدها شغل كتير طبعا، وبدها إنك تفهم الناس أو توصل المعلومة للناس، يمكن شوي أخذت منا وقت لأنه زي ما حكينا هي مش جديدة. قديش عمر هذا التطبيق؟ تقريبا سنتين. حلو. تقريبا سنتين. وشو طبيعة الخدمات اللي بيقدمها هذا التطبيق؟ هي إحنا أنا مختصر دائما بقول للناس، مختصر الإشي هو مول. أنت بتفوتي على المول وبتشتري اللي بدك إياه بمكان واحد. حلو. وأنت بالبيت وبكبسة زر. فهي هاي المختصر لكل التطبيق يعني. تطبيق. لأنه هو يحتوي على كل يعني كل شيء بتحتاجه العيلة موجود، من نساء، رجال، أطفال، مستلزمات بيت، إكسسوارات، كهربائيات، إلكترونيات. فيعني أي حدا في العيلة بيكون له يعني إلا يكون في إشي بده إياه من هذا التطبيق. حلو. كل إشي يعني بخطر ببال الإنسان، سواء عائلة أو أفراد أو طلاب، طبيعي. ممكن يلاقوا بالضبط كل شرائح المجتمع، خلينا نقول إلا تكون في إلها حابة تشتري شغلة من هذا التطبيق. طب إحنا من وين بنشتري يعني التطبيق؟ هو إله الستورز ولا هو بيعمل تسهيل مع شركات؟ بالضبط. هون احنا قلنا يعني شقين. اول شيء فيه بنقدر يعني احنا بنجيب بضاعه نستوردها وبنبيعها، وفي الموردين يعني احنا بنسال مين بيحب انه يشترك معنا، يدخل بضاعته معنا ونعرضها احنا. بس دوركم الاكبر يعني. دوركم الاكبر بالتطبيق بيكون كجهه وسيطه ما بينكم وما بين الموردين، وايضا اللي بيطلبوا هاي الجهتين. الجهتين احنا يعني هي اهم فكره في الموضوع، انه التطبيق يكون غني بالمنتجات، بغض النظر من وين جاي المنتجات، هو انه يكون غني بالمنتجات. يمكن هلا اللي بيشاهدونا بيحبوا يستفسروا اكثر عن اليه استخدام التطبيق وقد ايه سهل عليهم. سهل كتير كتير، الناس تستصعب الموضوع. انا بقول لك ليش هون بقول انه هي الفكره اولها كانت انه الناس
مستصعب. حتى هون احنا بالمعرض انا حبيت انه الناس تيجي وتشوف كيف انه يعني سهل كتير انه تنزل التطبيق وتعملوا اكاونت وتفوتوا تشتروا، لانه هو ما بده إشي، بس هي العاده يعني شوي شوي بصير واحد بيتعود على هاي وزي ما تعودنا على الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى الانستغرام نتعود عليه وبكون موجود. بالضبط هي ولا إشي سهل كتير، بتعملي اكاونت تنشئي حساب ولا إشي، يعني هي كلها بس انت بتنقي. بعدين احنا عاملينه اقسام كاتيجوريز، يعني للنساء مثلا في قسم انت حابه انه تشتري إشي نساء بتفوتي على النساء، في ملابس رياضيه، ملابس رسميه، ملابس نوم، يعني كله مقسم. فانت بس في شو اصعب شيء في التسوق الالكتروني انه، وهي كمان المشكله اللي اليوم بنعاني منها مع وجود الصفحات اللي هي بتختلف عن التطبيق اللي هلا احنا أكيد. بدنا نفهم الناس اكثر عن هذا الموضوع اللي هي مثلا جوده المنتج اللي يوصلنا، هو بيشبه الصوره ما بيشبهها، السرعه في الوصول، اليه التسديد، موقع او تطبيق طلباتي شو بيقدم بهاي التفاصيل. احنا المميز عندنا انه البضاعه الموجوده عندنا موثوقه 100%، في حال وصلت للزبون مش زي ما هو بده اياها احنا بنرجعها، يعني هاي 100% بنرجعها. بس طبعا مش الترجيع بيكون على كل شيء، بس انه لما يكون هو عارف انه مخالف المواصفات، مخالف المواصفات. والتبديل طبعا موجود عندنا، حلو. اليه الدفع الكاش اون ديليفري عند الاستلام، الدفع عند الاستلام. فهي بالنسبه لنا برضه للمجتمع الفلسطيني حسيت انه كثير بحبوا انه الإشي عند الاستلام مش على الكريدت. احنا طبعا حاطين يعني انه رح نعمل قصه الكريدت انه خدمه مصداقيه الالي، بس حسيت انه كل ما بسال، انا دائما بسال الناس بشوف يعني شو بحبوا اكثر إشي، لقيت انه لا كاش اون ديليفري اللي هو الدفع عند الاستلام كثير بحبوه. وايش السؤال الثالث حكيت اللي هي كانت ايش بتفرق عن الصفحات الثانيه؟ الصفحات الثانيه طبعا انت هون احنا شركه مرخصه، يعني في امان، في ثقه، في معروفه مين الجهه بالضبط. يعني احنا شركه مش صفحه، وطبعا يعني من قليلش من طيب المنتجات اللي بتوصل ممكن تكون على الكفاله وعليها يعني ضمان، بيعتمد ايش حسب الشركه، حسب لا وبيعتمد ايش المنتج اللي واصلك طبعا. يعني كمان من الاشياء اللي كتير بتضايق لما بدك تشتري شيء الكترونيا هو بيطول ليوصل او لا، انه الناس كتير بتضايق فكره انه مش صبوره ابدا، انه ايت رح يوصلني بعد 20 يوم 30 يوم. لا 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 لا, لا احنا اوريدي عم حاطين انه التوصيل عندنا خلال من يومين لخمس ايام. خاصه انه زي ما هي حكت البضاعه اصلا هي موجوده عندهم، هي موجوده عندنا الشيء بيكون من الخارج. لا هي واحنا التوصيل من يومين لخمس ايام طبعا، اذا في حاله في ظروف بتصير وطبعا خارج عن ارادتنا. هذا التطبيق يعني بيخدم كل المحافظات الفلسطينيه، كل المحافظات الفلسطينيه اللي يعني الضفه والقدس، وبنوصل لعرب الداخل كمان. اكثر ناس بتشعري انهم عندهم ثقه واقبال على التسوق الالكتروني؟ لا يعني تقريبا الكل، تقريبا الكل جميع لا لا جميع المحافظات يعني الحمد لله. ستريما يمكن اليوم كمان شغله كثير مهمه، لما احنا بنروح للتسوق الالكتروني بنروح للمواقع اللي كثير كبيره، اي باي، علي اكسبرس، امازون. هلا كمان هون في خدمه كثير مميزه لما انت بتشتري عن طريق الانترنت، انه بتكون الاسعار عاده مخفضه، ما بتكون في عليها الجمارك او الضريبه الزياده. هذا الشيء بيوفره تطبيق طلبات أكيد 100%، أكيد 100%. إحنا أسعارنا بالفعل، عن جد عم بحكي بالفعل، إنها رخيصة، يعني كلمة رخيصة أو خلينا نقول عشان منخفضة مناسبة يعني أرتكي مناسبة للجميع. بس في مرات في شغلات شوي تكون مرتفعة السعر بالنسبة يعني للمنتج من بلد المنتج بالضبط. يعني هاي من هون لهون، بس هو بالمجمل التطبيق كتير أسعاره مناسبة للجميع. وممكن كمان تستغلوا أنه تعرضوا المنتجات بوقت يكون عليها أصلاً خصومات وعروض من الشركة نفسها. أكيد إحنا عندنا قسم خاص بيكون مكتوب عليه مثلاً عروضات، مثلاً وينتر سيل خلصنا، يعني عرفتي كيف؟ دايماً في عنا عروض، دايماً عنا خصومات، في عنا كود للخصم، في مرات مناسبات زي هلأ في المعرض في عنا بنعطي للطلاب كود للخصم بدخلوه بيصير عليهم خصم 10% 15% بيعتمد ايش المنتج اللي احيانا. تمام. هلا كلنا بنعرف يعني ستريما وميساء انه الاغلب لما بيكون قاعد على جهازه ذكي على سناب شات، على انستغرام، على الفيسبوك، على كل هاي المواقع، انتم كيف ربطتوا تطبيق طلباتي بهاي المواقع لحتى تستغلوا الادوات الموجوده عندكم وتوصلوا للناس وتروجوا عن التطبيق والمنتجات اللي فيه؟ طبيعي. هلا بما انه الفيسبوك والانستغرام هم اللي هلا اللي ماخذين الصدى، فاحنا بنروج يعني صفحتنا على الفيسبوك، بحب الكل يفوت عليها ويعملوا فولو سواء فيسبوك وانستغرام، لان احنا بننزل جزء من بضاعتنا كل يوم، بننزل دائما في بضاعه بتنزل هي زي مؤشر
انه روحي على تطبيق وصفوا المزيد. اخر شيء بدنا نحكي شو المفاجآت اللي بتستنى زوار المعرض في المهرجان. احنا اي حدا عم بفوت على البوث عنا على القسم عنا بينزل التطبيق بياخذ هديه فوريه وسحب اخر نهار من على من ايكو ولا من طلباتي؟ لا من طلباتي. من طلباتي. من طلباتي اكيد. في شغله كمان بس لازم احكيها لانه تطبيق طلباتي بيميزه عن بقيه التطبيقات انه هو تطبيقين بتطبيق واحد، خدمه التسوق والمطاعم. خدمه المطاعم حلو انه احنا ما حكينا فيها هاي. خدمه المطاعم هي بنابلس ورام الله. حلو. اللي بده يعرف المطاعم المنيوز الاسعار كل بدا من خلال طلباتي. ستري مسشكعه، شكرا لك. شكرا على الفكره الرياديه مبدئيا اللي انتم اشتغلتوا عليها ودعمتوها ومنها للاكبر يا رب. شكرا لكم كثير. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا، شرفتينا. شكرا، اهلا وسهلا. نعم.